نعم سوليا، في الحقيقة الوضع هنا لا يختلف عما تعيشه مدينة هاتاي. الدمار في كل مكان وحجم الخراب كبير جدا في هذه المدينة على غرار المدن التركية الأخرى المنكوبة كهاتاي وأضيمان، وأيضا هنا في كهرمان مرعش التي تعتبر من أكثر المدن التركية تضررا جراء هذا الزلزال. ربما نشاهد من خلفي عمليات إزالة الأنقاض ما زالت متواصلة في معظم أرجاء هذه المدينة. حجم الدمار الكبير، ربما إزالة هذه الأنقاض سوف يستغرق وقتا طويلا قبيل البدء بعمليات إعادة إعمار هذه المدن المنكوبة، لا سيما بأن الحكومة التركية الآن تسابق الزمن من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار وتسليم البيوت إلى أصحابها في غضون عام واحد على الأقل، كما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن عمليات الإعمار ربما قد تستغرق وقتا أطول من ذلك نظرا لحجم الدمار الكبير، ونظرا لأن نتحدث عن 10 مدن تركية منكوبة وجميعها بحاجة إلى إعادة عمليات الإعمار. بعض المدن التركية سوف تكون إعادة الإعمار فيها في مناطق أخرى غير هذه المناطق المتضررة، لا سيما بأن بعض الدراسات أثبتت بأن هذه المدن قد بنيت على تربة رخوة والسلطات التركية قررت إعادة إعمارها في مناطق أخرى قريبة من هذه المناطق. بالتوازي مع كل ذلك عمليات الاعتقال بخصوص المتهمين بإنشاء بيوت غير صالحة للسكن وغير مقاومة للزلازل المتواصلة في عموم المدن التركية. وزير العدل التركي بكير بوزداغ يوم أمس تحدث عن اعتقال 171 شخصا متهمين بعدم الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل، وبالتالي هذه التحقيقات سوف تتواصل خلال المرحلة المقبلة وسوف تشمل الكثير من الأشخاص المتهمين بعدم الالتزام بمعايير البناء ومعايير السلامة المقاومة للزلازل. في هذه الأثناء أيضا هناك كلمة لوزير الداخلية التركي سليمان سويلو يتحدث فيها عن المساعدات التي سوف تقدمها حكومة حزب العدالة والتنمية للمتضررين، لا سيما هناك نقص شديد في الخيام والبيوت المسبقة الصنع، وبالتالي هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة خلال المرحلة المقبلة من أجل إيواء ملايين المشردين الذين خسروا منازلهم وخسروا جميع ممتلكاتهم في هذه المناطق المتضررة.